شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. مشاهدي الكرام، ما زلنا نتحدث في سورة المائدة، هذه السورة الكريمة العظيمة، وقد وصلنا فيها إلى قول الله عز وجل: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وهذه الآية كما يظهر من ألفاظها أن الله سبحانه وتعالى قد أحل لنا صيد البحر، وأحل لنا شيئا آخر قد لا يتنبه له كثير من الناس، وهو طعام البحر، وسنبينه بعد قليل: متاعا لكم وللسيارة. وهذا استثناء من الآية التي حرم الله فيها على المحرم صيد البر، فبين أن صيد البحر حلال للمحرمين وأن طعامه أيضا حلال للمحرمين. والمقصود بالصيد ما أخذ حيا، والمقصود بالطعام ما كان من ميتات البحر، فإن ميتة البحر حلال. قال: متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. أما صيد البر فإنه محرم علينا إذا كنا محرمين. ثم ختم الله بقوله: واتقوا الله الذي إليه تحشرون. ما أدري يا دكتور مساعد إذا كان عندك وقفة في الآية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر، كما ذكرت أنه لما ذكر صيد البر فإذا قد يقع سؤال: فما حال صيد البحر؟ فكأنه جاء جوابا لسؤال مقدر. نعم. فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه، معنى ذلك أنه لو صاد بنفسه تجاز له في البحر. أي نعم. ولو وجده مقذوفا أيضا كذلك، أيضا يجوز له ذلك. ولهذا ذكر أو ما ذكر من الروايات عن الصحابة والتابعين واتباعهم كلها متفقة على جواز صيد البحر، سواء كان بنفسه أو ما قذفه البحر. وذكر الطبري عن أبي هريرة خبرا قريبا من هذا، في أنه سئل وهو لا يعرف، طبعا لم يكن عنده فيما يظهر علم بهذا، يقول أبو هريرة: كنت بالبحرين فسألوني عما قذف البحر، قال: فأفتيتهم أن يأكلوا. قال: فلما قدمت على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ذكرت ذلك، فقال لي: بما أفتيتهم؟ قال: قلت: أفتيتهم أن يأكلوا. قال: لو أفتيتهم بغير ذلك لعلوتك بالدرة أو بالدرة. قال ثم قال: إن الله تعالى ذكره قال في كتابه: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم. قال: فصيده ما صيد منه وطعامه ما قذف. نعم. يقصد به الميتة. يعني هل توقع أن هذا السؤال من أو الحادثة وقعت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ واضح أن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. طب هل يمكن يعني هذا وهذه آية واضحة في القرآن الكريم؟ تعرف قد يكون أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ما حفظ هذه الآية وما ليست عنده، ما تعرف، ما تستطيع أنك تجزم بشيء. سبحان الله. مثل ما حصل لقدامى المضعون في الآية وإحنا ما ذكرناها. نعم. إنه كان يظن أن هذه الآية لا تخصه. ليس على الذين آمنوا جناحهم طعموا. نعم. وهذا يدل يا إخواني على أن الإنسان المؤمن أو العالم التقي لو لم يكن عنده علم في مسألة فإن الله سبحانه وتعالى يوفقه ويهديه. ولذلك أمر الله بسؤال أهل العلم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وبين أن التقوى أحد أسباب الوصول إلى الحق، كما في قوله: واتقوا الله، ثم عقبها بقوله: ويعلمكم الله، مما يدل على أن التقوى سبب من أسباب الوصول إلى العلم. قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني تفرقون فيه بين الحق والباطل. نعم نعم. قوله أحل لكم، طبعا لم يذكر الفاعل للعلم به، وهذا من طريقة القرآن أن يحذف الفاعل
لأنه لا يعني يملك حق التحليل والتحريم غيره سبحانه وتعالى. وقد جاء في أول السورة هذه قوله عز وجل حرمت عليكم الميتة وحل لكم النعام. أي نعم، فحرمت هذا من هذا الباب. نعم جميل. أيضا يلاحظ هنا في قوله سبحانه وتعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، منهج القرآن الكريم في بيان الأحكام، أيضا هذا منهج من المناهج اللي فيها تفصيل للمحرمات، أن الله سبحانه وتعالى قد فصل وقد فصل عليكم وقد قال إيش وقد فصل لكم ما وقد فصل لكم ما حرم عليكم. اي نعم الا ما اضطررتم اليه. نعم، فهذا من التفصيل في قوله سبحانه وتعالى وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره، والمقصود بالسياره هنا المسافرون الرفقه الذين يسيرون. نعم الذين يسيرون، يعني الذين يسيرون ويسافرون في البحر، من سواء كانوا يسافرون في البحر نفسه فياكلون من طعام البحر من صيده، او كانوا يسافرون بجوار الشاطئ مثلا فيجدون مما يقذف البحر، كما وقع مع عدد من الصحابة رضي الله عنهم، أظن كان منهم أبو عبيدة نعم رضي الله عنه، أنهم يعني كانوا في سفر ولم يكن معهم طعام فوجدوا عنبرا على شاطئ البحر، يعني يبدو سمك من سمك القرش الضخم. نعم، فيعني اختلفوا هل يأكلون أو لا يأكلون، ثم أكلوا منه، ولما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه وأخذوا جزء من ما يعني من لحم ذلك العنبر أو سمك القرش، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ما فعلوا وأكلوا، كانت يعني تعتبر من ميتة البحر. نعم. أي نعم. التي قذف بها. نعم. فهذا أيضا يدخل في قوله لكم وللسيارة للمسافرين الذين يعني كانوا على سفر. في قوله ثم لاحظوا كيف عاد مرة أخرى تحريم صيد البر في وقت الإحرام ومن باب التأكيد. نعم، يعني قال في الآية التي قبلها ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله إلى آخره، ثم قال لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يعني وأنتم متلبسين بالإحرام. جاء هنا في الآية قال وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، فتجمع هذه الآيات كلها تجد أنها فصلت لك مكان التحريم وزمان التحريم، وأن المقصود هو صيد البر عندما جاء ذكر صيد البحر. نعم، طبعا قوله حرم عليكم صيد البر وقوله هناك لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم يشمل المباشرة في القتل أو الدلالة أو الإعانة. نعم، يعني كل ولا يظن أن واحدا منها معزولا عن الآخر، لأن يعني بعض الناس يقول ما دام حرم علي الصيد يعني أنا أصيد بيدي، لكن لو قلت لصاحبي صد فلا بأس، نقول لا حتى هذا حرام، أو أعنته أيضا على الصيد هذا أيضا داخل في الحرام، قال ناولني السهم أو ناولني البندقية حتى أصيد، لا يجوز للمحرم أن يفعل ذلك لأنه محرم عليه، ولو فعل ذلك لحرم عليه الصيد كما حرم على المحل، بمعنى أنهم لو أشار المحرمون للمحل وقالوا هذا صيد فصاده يحرم عليهم ولا يجوز لهم أن يأكلوا منه، لكن لو صاده المحل دون علمهم دون أن يدلوه أو يعينوا فإنه يحل لهم أن يأكلوا منه. سبحان الله. نعم، كما في حديث صعب بن جثامة، وهذا إشارة يعني تأكيد لأن الأمور بمقاصدها. نعم، وأن المعتبر هو القصد، أنه يحفظ هذا المحرم من المشاركة بأي شكل من الأشكال في انتهاك هذا المحرم. نعم، لا بالمباشرة ولا بالدلالة ولا بال يعني نحو ذلك، وهذه أيضا فيها دلالة على أن الله عز وجل متى حرم شيئا فإنه ينبغي الإنسان أن يتباعد منه تماما ويجانبه. بعض الناس يعلم عن الحرام لكنه يكون قريبا منه، مثلا يعلم أن الربا محرم فيقول أنا لا أرابي ولا أشارك مع المرابين، لكنه يؤجرهم أو مثلا يهيئ لهم أسباب الوقوع في الربا، وهو يقول أنا لا أكل من الربا، أنا لا أودع مثلا في هذا البنك الربوي. طيب أنت شاركت هؤلاء وأعنتهم، وهذه الإعانة تكون مشاركة في الإثم، فاحذر من هذا كله. جميل. لأن المجانبة تقتضي أن يكون الإنسان في جنب والحرام في جنب الآخر، متباعد تماما، تباعد عنه تماما. نعم. هذا البرنامج برعاية تزود خير.
خير أيام، فما أحلى الضياء فيها، تزود وارتجي خيرا. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعد، فإن جمعية البر الخيرية بشعب جارمة تقوم على وقف بر الوالدين من أجل أن يعود ريعه على البذل للمحتاجين في منطقة وهي منطقة محتاجة، والقائمون على هذه الجمعية من الإخوة الثقات الذين يريدون بعملهم وجه الله والدار الآخرة، وإنهم ثقات وثقات، وينبغي بأن يبذل لهذه الجمعية ما يعود عليها بالنفع. يمكنكم الاشتراك او تجديد الاشتراك في قنوات المجد عن طريق احد فروع الحداد للاتصالات المنتشرة في جميع انحاء المملكة. لمزيد من المعلومات نسعد بخدمتكم على الرقم 011-225-7777. شبكة المجد، القنوات الامنة للاسرة. ساهم معنا بوقف بر الوالدين التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بظهران الجنوب وحي، والذي يدعم 47 حلقة تحفيظ و38 دار نسائية وأكثر من 2200 طالب وطالبة. رقم حساب الجمعية في مصرف الراجحي 220-6800-88-882. رقم حساب الجمعية في البنك الأهلي 421-47-044-00-5706. هذا البرنامج برعاية تزود خير أيام، فما أحلى الضياء فيها، تزود وارتجي خيرا. في قوله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. لاحظوا الآن التدرج في الآيات، يعني جاء في الآية التي قبلها تحدث عن الأحكام التي تخص الحرم، نعم، حد الحرم، جميل، وهو تحريم الصيد، تحريم كل ما يتعلق بهذه، وكل هذا حماية لجناب الحرم وتعظيم لشأنه ولحدوده، لا يجوز فيه القتل، لا يجوز فيه سفك الدم إلى آخره. الآن انتقل الآن للكعبة نفسها، فقال الله سبحانه وتعالى: جعل الله الكعبة، والكعبة معروفة هي هذا المربع المعروف الذي يطوف الناس حوله ويتجه الناس إليه في الصلاة، يتجه الناس إلى عينه إذا كانوا يشاهدونه في صحن الحرم وحوله، ويتجه الناس إلى جهته في كل أنحاء العالم. صحيح، نعم. فقال: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، ومعنى الآية أن الله سبحانه وتعالى جعلها قياما لأمور دينهم ودنياهم. سبحان الله. الآن لولا الكعبة الآن أين يتجه الناس في صلاتهم؟ هذه رمزية في الدين الإسلامي إلى التوحيد. نعم. يعني انظر الآن، أنت الآن أينما اتجهت في العالم كل الناس يتجهون إلى الكعبة، فهي أصبحت بمثابة الرمز للمسلمين يلتفون حولها، فإذا هدمت أو تعرضت لأذى أين يتجهون؟ كيف يكون حال المسلمين؟ بماذا يطوفون؟ ولذلك هي في آخر الزمان عندما يعني لا يبقى من يقول لا إله إلا الله وتنقض الكعبة حجرا 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 حجرا، فتكون من علامات الساعة. نعم، وتنهى خلاص، يتفرق أمر الناس. سبحان الله. فهذا هو معنى قوله سبحانه وتعالى هنا: قياما للناس. والعجيب أنه قال قياما للناس ولم يقل قياما للمسلمين أو قياما للمؤمنين الذين هم معنيين بها، مما يدل على أن حتى غيرهم أنها أمان لهم وقيام لهم، و لكنهم طبعا لا يدركون هذا، ليس كلهم يدرك هذا. نعم. ولهذا لما قال الله سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، يعني منذ أن وضعه، يعني منذ أن وضعه. نعم صحيح. وهذا يدل على أن هناك من يضل عن هذه القيامية، فمن يضل عنها كما ظل اليهود عن يوم الجمعة، وظل النصارى عن يوم الجمعة أيضا. صحيح.
فإذا الله سبحانه وتعالى يهدي من جعل أحكاما، فهذه الأحكام أصلا للناس كلها، لكن من الذي يهدى إليها هذه قضية أخرى. لأنه قد يقع سؤال يقول كيف تكون مثلا قياما للناس، ما علاقة اليهود النصارى لا يتجهون لها، أهل الصين أهل اليابان إيش علاقتهم بهذه القيامية؟ فنحن نقول ما دام الله ذكر هذا فإذا هي قيامية لكنهم لم يهتدوا لها. ولذلك العلماء يذكرون أن الكعبة ويعني موضعها منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى الأرض وهي محرمة، ولكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو الذي رفعها مرة أخرى بعد أن درس يعني اندرست، وهو أيضا دعا الله سبحانه وتعالى أن يجعلها حرما آمنا ودعا لأهلها. نعم. فليست دعوته هي مبتدأ تحريم هذا المكان، لا هي محرمة قبله. نعم. لكنه أيضا كان دعوته تأكيدا لهذه الحرمة لهذا المكان ولهذا الموضع. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. نعم. وإسماعيل يعني استدل بها بعض العلماء على أن البيت كان موجودا قبل، لكن نعم. إبراهيم رفع قواعده. صحيح، رفع قواعده. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت. نعم. بوأنا يعني هيأنا يعني دللناه عليه. نعم. دللناه عليه، له موجود أصلا من قبله، لكننا دللناه عليه فاهتدى له وبناه ورفعه وأقام بنيانه، وكان مكان مما يعني اختص الله به إبراهيم. ولذلك لاحظوا الآن، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى اختص به إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأسرة إبراهيم، كيف أن الله سبحانه وتعالى يعني بارك لهم وبارك فيهم وفي جهدهم. يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء بابنه إسماعيل وبزوجته هاجر إلى هذا الموضع، ما كان موجود البيت، يعني أعلامه مندرسة صح، وفي مكان ليس مظنة اجتماع ولا مظنة وجود شيء مثل هذا، لم تكن زمزم موجودة، لم يكن هناك أي يعني أي قوم يعيشون في هذا المكان، والمكان ليس مكان مما يرغب الناس فيه، بين جبال وفي منطقة ليس فيها زرع وليس فيها أي مقوم من مقومات الحياة. يعني تلاحظون الآن في التاريخ، الذي يقرأ التاريخ يجد الناس والحضارات تقوم حول الأنهار. نعم. في الشام وفي العراق، في كل مكان. نعم، يعني حضارات قديمة حول البحار وحول الأنهار، لأن هذه مقومات الحياة. حتى في اليمن فيه ماء وفيه يعني مقومات الزراعة وكذا. في مكة لا يوجد هذا. ولذلك قال إبراهيم قال ربي إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. طيب، وهو لم يبدأ بعد في بنائه ولم يتضح له يعني معالم. ثم لما أوحى الله إليه ودله على مكانه بناه هو وإسماعيل. طيب إسماعيل متى بنى شارك مع النبي صلى الله عليه وسلم مع إبراهيم؟ لما بلغ السن، لما كبر، ودعوته التي دعا بها كانت في بداية وضعهم. نعم. أنه تركهم فقالت له هاجر إلى من تتركنا؟ قال بهذا أمرني الله سبحانه وتعالى. فقالت إذن لن يضيعنا. قصتهم عجيبة سبحان الله جدا. إبراهيم، انظر الآن لما تتأمل في الكعبة الآن التي نطوف حولها، هو الذي بناها هو إسماعيل، وأقدامه إلى الآن، ومقام إبراهيم الموجود حول الكعبة هو الآن الأثر الوحيد المحسوس الموجود من العهد الأنبياء ومن من من آيات الأنبياء المحسوسة. سبحان الله. يعني مثلا عصا موسى غير موجودة الآن، ناقة صالح غير موجودة، ما بقي إلا مقام إبراهيم. صحيح. عندك زمزم هي من آثاره، من آثار هاجر وابنها إسماعيل، أليس كذلك؟ نعم. المسعى الذي سعته هاجر بين الصفا والمروة من أجل البحث عن الماء لإسماعيل، أصبح المسعى الآن شعيرة من شعائر العمرة والحج، يتعبد بها ملايين الناس. صح؟ صحيح. كلها من آثار هاجر. عجيب، هذه يعني منقبة عظيمة لهاجر، أليس كذلك؟ بلى. وأيضا بناء البيت وبناء الكعبة، وأيضا رمي الجمرات. نعم. أيضا هو من آثار إبراهيم وإسماعيل. نعم. مشاعر الحرم أول الحج كلها ارتبطت بإبراهيم عليه الصلاة والسلام وبأسرته ارتباط عجيب، مشاعر الحج. سبحان الله. ولا شك هذا فضل عظيم. ولذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى في سورة النساء ومرت علينا، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة والنبوة. أو شف العطاء. قال آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة وآتيناهم ملكا عظيما.
شوف سبحان الله، وأنا أتأمل في قصة إبراهيم قصة عجيبة سبحان الله، كيف كانت بداية إبراهيم، كيف دعا قومه ثم خرج مهاجرا، فتح الله عليه وجعل الأنبياء الذين جاءوا بعد كلهم من ذريته، يعني هذا شرف عظيم، ما يعني من الذي ناله في التاريخ صحيح أمثال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وهذه والله أعلم بفضل التوحيد الذي ميز الله سبحانه وتعالى به إبراهيم حتى أخذ منه بحظ وافر. الله أكبر. لأن الله عز وجل ما جعله ولم يجعله ولم يكن من المشركين. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. نعم. فلما تحلى بهذا بقدر عالي جعل الله له الخلة وآتاه هذه الفضائل التي لم يشاركه فيها أحد. الله أكبر. نعم. مما يدل على أن وقته كان وقت إشراك شديد سبحان جدا. الله يعني هو كأنه تميز من هذا المجتمع كله بالتوحيد. استطرادا إن سمحت أبو عبد الله في قضية ما بقي من آثار الأنبياء. أيوة. طبعا هذه قضية أرى أنها مهم جدا ينتبه لها المسلم، وهي أنه هل يوجد شيء من آثار الأنبياء الآن ومن آثار نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يوجد من شيء من المحسوسات، يعني زي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما سمعنا شعرة النبي صلى الله عليه وسلم اشتراها فلان، وفي شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في مكة فلاني، وشعرة أبي بكر، وقميص يوسف عليه الصلاة والسلام، وعصا موسى في بعض الدول الإسلامية. فلذا نقول مثل هذه الأمور هذه لا تثبت وليس عليها أي إسناد أو دليل أنها منسوبة لهؤلاء الأنبياء، ولا حتى ما نسب لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مما يسمى بالشعرات هذه، الشعرة النبوية. أي نعم. وإذن نقول إن هذه الأمور لا بد فيها من صحة الإسناد مثل أي خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكما نحن لا نقبل حديثا شيئا من كلام صلى الله عليه وسلم، فكذلك لا نقبل أن ينسب له شيء من هذا يعني شعره أو غيرها. ولو صدق وثبت أن هذه شعرة من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم لا جاز التبرك بها، ولا جاز للمسلمين أن يضعوها يعني في إناء فيه ماء ويشربون منه، لكن هذا كله غير ثابت. أيوة. ولهذا تعجب ممن يصدق بهذه الأمور. طبعا هي ترى أصبحت ميدان للمتاجرة طبعا لا شك، يعني هناك من المزورين الذين يزورون المخطوطات ويزورون الآثار، ولديهم طريقة في أن يضفوا عليها مسحة من القدم. أي نعم. بحيث يأتي لك بمخطوطة ويعني تعالج بشكل معين، يقال هذه لها الآن 1000 سنة 1200 سنة، هذه من عهد الساسانيين، وهي توها مصنوعة قبل يمكن شهر ولا أسبوعين، لكن إذا تغبر كده بطريقة معينة ويعني أو تشفى بالنار. أيوة. فهناك طرق لهم يعني احترافية في تزوير مثل هذه الآثار القديمة وبيعها بأسعار غالية. وهناك من يعني المغفلين من يدفع مبالغ ضخمة جدا مقابل مثل هذه الآثار التي يعني يرى أنها يعني إحسان للإسلام وخدمة للدين، أنك تشتري شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى سمعت من اشترى شعرة 250 مليون. عجيب والله. منسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي ليست شعرة من ليس عندنا مثل هذا الأثر الباقي، وهي أقدام إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. في مقام إبراهيم بس في المقام. وفي أيضا مسألة أخرى قريبة من هذه، وهي أنه الأشياء المذكورة في القرآن مثل غار أصحاب الكهف وكذا أيضا تبقى وسيلة من وسائل المتاجرة. يأتي أناس إلى كهف ما ويدعون أنه هو كهف أصحاب الكهف، ويضعون عنده مزار ومسجد، ويهيئون الأسباب التي تجعل هذا المكان محل المتاجرة. نعم. وفيها ترى فيها يعني يراد منها كسب الرزق لا غير. نعم. أي نعم. حتى الجبل الذي كلم الله عليه موسى، طور، الطور، والجبل الذي جاء إليه هو 70، لا يعرف، مع أنها وقعة معروفة الآن. نعم. محددة، لكن لا تستطيع يقول هذا هو المكان. سبحان الله. والآن يوجد مسجد موسى عليه الصلاة والسلام في سيناء في الطور، يعني في جبل من جبال، لكن الله أعلم، لكن هكذا قيل. نعم. نعود إلى الآية في قوله تعالى: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد. الكعبة معروفة، الكعبة معروفة وتاريخها معروف، ويعني كيف مرت أحوالها منذ بناها إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ثم مرت عليها دهور وعصور كثيرة، انهدمت في بعض السنوات وجددت،
ولذلك لما جددتها قريش في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان شابا في ذلك الوقت، فقصرت النفقة على قريش فلم يستطيعوا أن يبنوها على قواعد إبراهيم. نعم. وكانوا يعني يشترطون في النفقة التي تنفق في بنائها وتجديدها أن لا تكون فيها أي شيء من المحرمات التي هم يعرفون أنها محرمة مثل الربا والميشر ونحو ذلك يعني. ولذلك قصرت بهم النفقة فبنوا جزء منها وتركوا ما يسمى اليوم حجر إسماعيل، وضعوا عليه ما يشير إلى أنه من الكعبة ولكن لم يستطيعوا أن يقيموه يعني. ولذلك لو كانت الكعبة مبنية على قواعد إبراهيم لكان الحجر داخل البناء. نعم. وتكون تكون متجهة جهة الشمال. نعم. بيضاوية من طرف. من جهة الشمال. نعم. لكنهم أبقوها على هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة رضي الله عنها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وأعدت بناءها على قواعد إبراهيم. ولذلك يعني تدخل هذه ضمن سد يعني فقه الأولويات عند النبي صلى الله عليه وسلم، أنه قدم اجتماع الناس خشية أن يعني يفتتن الناس يقول هدم الكعبة ويخافون مما قد يصيبه وكذا، فأبقاها على ما صنعها قريش وهي لا زالت إلى اليوم. نعم. على هذا مع أنها هدمت في عبد الله الزبير، عهد عبد الله بن الزبير أعادها، ثم جاء الحجاج فردها إلى ما كانت عليه في عهد قريش. نعم. ثم جاء من بعده المنصور وأراد أن يبنيها على قواعد إبراهيم كما في حديث عائشة. أيوة. الذي رواه عبد الله بن الزبير، فاستشار مالكا. مالك وهنا يأتي سبحان الله دور العالم الذي يتفطن للعواقب، فقال مستشيرا الله يعني: هل ترى أني أهدمها وأبنيها على قواعد إبراهيم كما ورد في الحديث؟ قال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإني أخشى أن تكون ملعبة الملوك، كل ما جاء ملك أي نعم هذا يهدم وهذا يبيع، هذا يقول حطها على عهد على قواعد إبراهيم وهذا يقول نضعها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا فتذهب هيبتها من النفوس. انظر إلى يعني فقه المآلات، إلى أي شيء تؤول هذه الأمور. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، وبقي في الآية الحقيقة معاني لم نكملها في الحلقة القادمة. إلى هنا نأتي إلى آخر ما أردنا الحديث عنه في هذه الآية الكريمة أو في هذه الحلقة. نلقاكم على خير بإذن الله في الحلقة القادمة، وإلى لقاء. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.